في البداية نرحب بكم كأشقاء من السودان في الملاعب الليبية ونتمنى لكم التوفيق. حدثنا بداية كيف جاء قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم لاختيار ملعب شهداء بنينة للعب التصفيات القادمة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بك أستاذ الكريم ومرحب بكل مشاهديك الأكارم. ابتداء نحن في البدء لابد لنا أن نتقدم بعظيم الشكر والامتنان للإخوة الاتحاد الليبي الشقيق لموافقتهم الكريمة لاستضافة مباريات المنتخب الوطني السوداني اللي يلعب خارج أرضه بسبب الحرب اللعينة التي تدور في السودان. وعبر هذه المساحة نسأل الله العلي القدير أن يجلي هذه القمة قريبا بإذن الله تعالى. آمين، اللهم آمين. كيف جاء القرار؟ الاتحاد السوداني وبما يتمتع به من علاقات مع كل الاتحادات الوطنية الشقيقة، كانت الموافقة من الجامعة المغربية والجامعة التونسية وكثير من الاتحادات الأفريقية التي أبدت موافقة غير مشروطة، ولكن كان اختيارنا لليبيا لأننا نحسب أن ليبيا هي أرض السودان وشعب ليبيا هو شعب السودان، ولذلك كان الاختيار. وبما يتوافر لدينا من جالية منظمة في الجماهيرية الليبية كان خيار الاتحاد السوداني أن تكون ليبيا أرض للسودان، ونحن واثقين أننا لن نكون خارج ديارنا، سنكون داخل ديارنا، مع أن ليبيا هي دار لنا وجمهور ليبيا وجمهور السودان. دائما مرحب بكم. مع من تواصلتم سيد معتز من الجانب الليبي قبل على الأقل اتخاذ هذا القرار، وكيف جاءت الخطوات بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم والكاف؟ والله التنسيق مع الإخوة في الاتحاد الليبي لم يستغرق دقيقتين فقط، كان الاتصال بالأخ الكريم رئيس الاتحاد عبد الحكيم السلماني والأمين العام ناصر، وتم إرسال خطاب لهم، أتت الموافقة بعد دقيقتين فقط من إرسال الخطاب، موافقة غير مشروطة ليس بمستغرب عن الإخوة في الاتحاد الليبي. طيب الآن كيف تقيم ظروف ليبيا من ناحية استقبال الفرق المنافسة والمنتخبات المنافسة، يعني تجربة المريخ هل استندتم عليها فيما مضى؟ وأيضا نتحدث عن منتخبات كبيرة ربما ستستضيفونها في ليبيا بالحديث على السنغال والكونغو موريتانيا التوغو جنوب السودان. احنا عندنا تجارب سابقة اخواننا في نادي المريخ العظيم ونادي حي الوادي نيالا ونادي الأهلي الخرطوم، جميعهم أدوا مبارياتهم في ليبيا وكان الترحاب بهم والحفاوة، وهذا هو ديدنا الإخوة في الاتحاد الليبي، وكان التنظيم وكان الحضور الجماهيري السوداني الطاغي في مدرجات ملعب شهداء بنينة، ونحن عندنا رابطة لإسناد ودعم المنتخبات الوطنية مشكلة بقرار مجلس إدارة في ليبيا، تقوم يعني بعمل مجلس الإدارة في ليبيا.